والمستمعات نشوفوا كالعادة مع نعيمة في فقرة حديث الساعة شنو يحكي التوانسة. نعيمة مرحبا بيك، لو سهل. تحية طيبة ليك شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. شنو يحكي التوانسة؟ الحقيقة التوانسة يحكيوا في برشا مواضيع، يمكن أهم موضوع بعد توا الامتحانات وبعد العطلة متاع الصيف هو اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. نهار الأحد انطلقت الفترة الانتخابية، والبارح تم نشر القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر نهار 6 أكتوبر المقبل. باش يكون معنا عبر الهاتف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي أيمن بوغطاس، وباش ناخذوا معاه فكرة على الموضوع هذايا، وباش يكون معنا كيف سي نبيل المصمودي المدير المركزي لاستغلال شبكة الحافلات بشركة نقل تونس، باش نحكيوا معاه على الحافلات اللي خصتها الشركة لنقل المصطفين بتونس الكبرى والمناطق الداخلية، كيف باش نحكيوا معاهم على استعداداتهم للعوده المدرسيه القادمه. طبعا المواضيع هذه نتابعوها في فقره حديث الساعه. المشهد الان حديث الساعه. وقبل ما نمشيوا للمواضيع اللي حكيت عليهم نعيمة، حبيت نعاود نرجع شوية للموضوع اللي طرحناه نجم نعيمة البارح ما تعلق بالانقطاعات المتكررة الحقيقة للتيار الكهربائي، وأيضا للتزود بالماء الصالح للشراب في العديد من المناطق. والله يعني الوضع كارثي في العديد من المناطق اليوم، خاصة في مناطق الوسط الغربي اللي تشكاو في انقطاع متزامن للتيار الكهربائي و للماء الصالح للشرب. تصور في الدرجات المرتفعة هذه اللي توصل 48 يبدأ الماء قاس والضوء قاس. جينا فقط إرسالية خاصة من مواطنة من متساكني المدينة الجديدة، أنا باش نقرأ نصها. تقول صباح النور، تقول أنه البارح حكيتوا على انقطاع الماء والكهرباء، لكن الأخطر من هذا والله الماء لا يتشرب ولا طيب به، قسما بالله الرائحة كريهة جدا، حتى لما نغسل به الماعون نشم ريحة من وسط الدار. وتتصور نتصور المنطقة الكل هكا، حسبي الله ونعم الوكيل. تقول ركبولنا الأمراض الكل، اضطرينا ناخذوا الماء من اللبادن متاع الدينار باش نطيبه، وإحنا في أكثر من مرة نحكيه من هذا المنبر، وأنه وجبنا حتى العديد من الخبراء والمختصين اللي يقولوا راو ما نشريوش الماء من البيعة الماء بالبدن، ولكن أصبحت ضرورة نجم. يعني الإنسان لما يكون الماء متاع السبالة الماء اللي متاع الصناد فيه رايحة، وحكينا فيه لما كان الرئيس المدير العام للصناد المتخلي أحمد سولة حاضر معنا، أو المقال كان حاضر معنا، حكينا وأنا شخصيا قلت له راو رائحة الماء في عدد المناطق خاصة في المنيهلة راي رائحة كريهة. اليوم نفس الملاحظة تجينا من المدينة الجديدة. هو في الحقيقة احنا كقرينا في الابتدائي، قرينا النقاد العلمي، قرينا الماء لا لون ولا رائحة له، لكن اليوم ثم فيه يمكن ثم رائحة تنجم تكون هذه. ما نحبش نشك في جودة مياه الصناد بصفة عامة وبصفة مطلقة، لكن يمكن وزاد ما نحبش نبرر، ممكن بعد الانقطاعات وبعد كي يقف التزود بالماء وعاود يرجع من عرش المواطنة هذا دام لوقت طويل الرائحة الكريهة، ولا ساعات يهبط بلون آخر غير اللون العادي معناها مارون يبدأ، ولا تحسه كأنه فيه غرم ولا تراب ولا حاجة كيما هكا، هذه ما نعرفش كيفاش. لكن حسب الحوارات متاعنا السابقة مع مسؤولين من الصناد ديما يقولوا بعد الانقطاعات يصير فترة صغيرة شوية معناها اللي يكون فيه الماء خايب، لكن جودة مياه الصناد هي جودة عالية يقولوا هما، وصالحة للشراب في كامل أو الأوقات متاع توزيع المياه في تونس، وهذا ما يشكوش فيه المسؤولين، لكن عند المواطنين القناعة هذه ضعيفة شوية، وإلا ولا شبه منعدمة ساعات، خاصة قلت بعد الانقطاعات ولا في أيام الأمطار هذا يحسوا به المواطنين التوانسة ساعات حتى باش يدوشوا ولا حاجة، يهبط ماء كأنه مغرم شوية ولا كأنه فيه الميلوسي ولا حاجة مسخ شوية. الماء صحيح موجودة لكن يظل مش بصفة دائمة، خاطر بعد فترة معينة ساعة ساعتين يرجع إلى العادة متاعه،
ويكون نقي وصافي وصالح للشراب وما فيش معناها أمراض جرثومية ولا حاجة اللي ياخذ مسبلة. ما نتصورش كان تصير له أي حاجة تسمم ولا أنت هو إيه، ولكن هذه الرائحة ما نعرفش الرائحة يعني الكريهة هل هي معناها في الجهة هي في المدينة الجديدة وفي المنيهلة أنا لاحظتها شخصيا وأتحمل مسؤوليتي فيها موجودة يعني موجودة ذيك لاحظتها إيه؟ يعني الرائحة غير عادية إيه؟ يعني رائحة متاع الماء غير عادية يعني رائحة كريهة. وإحنا كنا طرحنا سؤال ما هو زاد راو إحنا كانت تذكر نجم نعيمة كانت يعني بصفة دورية يقع تعهد القنوات بال يعني المواد يعني اللي والصيانة الدورية كي ما تتنظفش القنوات هذه بطبيعة الحال الماء باش يوصل برايحة مختلفة ونجم يكون ضار ومخطر على صحة المواطن. اليوم شهادة جينا شهادة حية من مواطنة من متسكني المدينة الجديدة والملحوظة هذه موجودة أيضا عند متسكني المنيهلة ومنعرش العديد من هو رايحة جبل كلور ولا رايحة خايبة رايحة خايبة رايحة كريهة رايحة كريهة تخرج من السباب ريحة جبين لكن ريحة خايبة ما تتشربش. شوف هو المقياس نتاعك ما تنجمش تغسل به معون زاد وكي تعطي انت الطفل الصغير ساعات صغير تصب له يقول لك في ريحه خايبه هو يفطم به يمكن اكثر منك منه هو تكتشف ريحه خايبه مش ريحه الاحلام متعارفه. والله هي المواطنه قاعده تتفاعل معنا بالضبط وتتفاعل معك نجم الدين تقول سي شهاب ماهوش بعد انقطاع بصفه دائمه رائحه كريهه تقولش عليه مالوناس يعني هذه الشهاده اللي تجينا من المدينه الجديده المواطنين توا المشكل فيش المشكله انه يتقص الماء وتولى السيدة الكريمة اللي تتواصل معنا تقول وأنه هذا بصفة دائمة رائحة كريهة بصفة دائمة وعندها مد يا رسول الله يعني يتقص الماء في فصل الصيف وكي يرجع برائحة كريهة ما هو زاد مش معقول يعني مش معقول خاطر المواطن اللي يدفع في التعريف ويدفع في وطير باهظة شوية معناها مش معقول باش قدم له معناها مياه غير صالحة للشراب وتقول المواطنة دي غير صالحة حتى للغسل والغسيل معناها بصفة عامة معناها هذا ما هوش معقول يزم تدخل فوري وباش نعرفوا شنية الأسباب اللي تتعدى هذه وباش خاطر كما يتدخلوش المسؤولين وإحنا نعرفوا في الحكومة في المؤسسات متاع الدولة عندنا مشكلة متاع الشفافية ومشكلة متاع تواصل وبعد يقولك علاش خرجوا في الإشاعات انت خرج فسر وبعد الناس حتى حد ماشي خرج وانت تحكي على التفسير احنا نحتاجه تفسير علاش اليوم يتقص الماء والضوء فرد وقت مثلا في سيدي بوزيد اليوم زوز محطات للإنتاج الكهرباء للمحولات في أم العظام وفي بير الحفي انطلقوا في العمل استبشروا الأهالي خيرا وأنه منظوري هالمناطق هذه ما عادش يتقص عليهم كي كل صيف. اليوم نجم الدين ونعيمة الماء والضوء يتقص فرد وقت بالعشرة مرات. أنا شقيقي مشال سيدي بوزيد صباح واضطر إلى العودة مساء الماء والضوء قاس في أكثر من عشرة مرات ويبقى بالساعتين بثلاثة وقاس الماء والضوء فرد وقت والحال وأنه اليوم زوز محطات انطلقوا في وكيد استثمارات كبيرة كي انطلقوا في يشتغلوا ويتقص المسؤولين الجهويين غاديك متاع شركتين ولا حتى المسؤول الإداري الوالي وغيره علاش ما يتدخلش. أنا نذكر رئيس الجمهورية دخل في أكثر مرة يقولك أنا نضطر بسيفتي ساعات باش يرجع الضوء ولا نتدخل في حتى في الفجر قال هو في عبارة اللي هو قال نتدخل باش يرجع الضوء ولا باش يرجع الماء وهذا ماهوش معقول المسؤول ولا المسؤول الجهوي اللي ما يقومش بواجبه في الحالات اللي كيما هكا. نعيما نحكيو انتخابات نهار الأحد انطلقت الفترة الانتخابية زمن الانتخابي باش نعرفوا شنو نقصدوا به الفترة الانتخابية لأنه برشا مواطنين مش فهمين الفكرة هذه بالضبط هي شنية. فما كذلك الهيئة أعلنت أنها انطلقت في رقابة الفضاء العام شنو هو نقصد بها رقابة الفضاء العام قديش تتواصل الفترة متاع الرقابة هذه وكيفاش باش الهيئة تراقب هذا الكل. معنا عبر الهاتف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي أيمن بوغطاس اللي باش يوضح لنا المفاهيم هذه. سي أيمن صباح النور.
صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعي الإذاعة الوطنية. الله يخليك. سي أيمن، البارح كنت أعلنت أنه انطلقت في وقت البارح انطلقت في رقابة الفضاء العام. شنو نقصد برقابة الفضاء العام؟ الفترة هذه قداش تتواصل؟ وانتم كهيئة قد كيفاش باش تقوموا بها عملية الرقابة هذه؟ بالضبط، نحن تو بعد ما ضبطنا الرزنامة التاريخ الفعلي لانطلاق المرحلة الانتخابية. المرحلة الانتخابية أو الفترة الانتخابية تنطلق يوم 14 جويلية بالقانون، هي شهرين وعشرين يوم قبل موعد الاقتراع. يعني ابتداء من 14 جويلية إلى حدود الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية كلها تتسمى فترة انتخابية. في الفترة هذيك تخضع لرقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رقابة الفضاء العام. إيش معناها رقابة الفضاء العام؟ هو كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تخضع للرقابة. بطبيعة يقولوا تخضع للرقابة باش نشوفوا مدى احترام الضوابط اللي متعلقة بالانتخابات اللي هي تكون موجهة سواء للمترشح، للناخب، لوسائل الإعلام، للمجتمع المدني، كل متداخل في الشأن الانتخابي. بمعنى مثلا يوم المترشح أو اللي يعتزم أنه يترشح للانتخابات الرئاسية عنده ضوابط، ما يمكنلوش باش يستعمل إشهار سياسي، ما يمكنلوش أنه ينشر نتائج صبر الآراء أو التعليقات أو الدراسات المتعلقة بها، يمنع عليه تخصيص هاتف مجاني أو موزع صوتي. كذلك تناول المسائل هذه من قبل وسائل الإعلام، يعني تكون مبنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تغطية أنشطة المترشحين، كذلك على مستوى المحتويات انها ما تكون ثم ضوابط يمنع فيها الخطاب اللي فيه تمييز او عنف او كراهيه او جهويه. يعني هذه الضوابط اللي تتعلق بكل عمليه انتخابيه يتم مراقبتها من قبل الهيئه عن طريق خلايا الرسم. سي أيمن، حبيت سمحني على المقاطعة، نجم الدين العكيري أنا معك، حبيت نستوضح منك البارح بعد إصداركم أنتم الأمر اللي متعلق بشروط الانتخابات، ثم بعض ردود الأفعال خاصة من أساتذة القانون الدستوري، زوز حاجات يقولك كيفاش هو قانون ونخرج عليه قرار من اللجنة، ويقول الهيئة العليا زادة إصطات على بعض المهام اللي كانت عند غيرها والتي هي تراقب في كل شيء وحدها. تردوا على الكلام هذا في خصوص المراقبة نعرفه اليوم والليت بالقانون عند الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كنقول مراقبة الفضاء العام في علاقة بالشأن الانتخابي، يعني ما يدخلش في مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشراف وسائل الإعلام والفضاء العام بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي مواد غير المواد الانتخابية، يعني بشراقبوا المسألة الانتخابية، يعني مدى حضور المترشحين، مدى احترام الضوابط، التغطية الإعلامية لأنشطتهم خلال خاصة الحملة الانتخابية. هذا بالقانون، يعني ما ندخلوش في مسائل أخرى. في خصوص علاقة القرار الترتيبي أو تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح الانتخابات الرئاسية في علاقته بالقانون الانتخابي، نعرف كونه الدستور يقول تنظيم الانتخابات الرئاسية تقوم به الهيئة وفق القانون الانتخابي. اليوم عندنا قانون انتخابي منذ سنة 2014 حدد شروط والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وأعطى للهيئة السلطة الترتيبية باش تضبط الجانب التقني والعملي للشروط هذيك في قرار ترتيبي. القرار هذايا في الأثناء سمع عنا دستور 2022 اللي عدل بعض الشروط خاصة المتعلقة بالسن والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية. بالنسبة للهيئة كيف تاخذ قرار في تطابق مع القانون النافذ اللي هو قانون الانتخابي سنة 2014 باش نلقاو فيه القانون هذا بعض الشروط اللي ما تمش تغييرها او تعديلها وفقا للدستور. بالطريقه هذه الهيئه طبقت مباشره الاحكام الشروط اللي تعدلت مباشره في القرار، وهذا استئناسا بثقة قضاء المحكمه الاداريه، لانه المحكمه الاداريه ومستقر على الشأن هذا منذ سنة 2013 تقول لك إذا كان أنت كهيئة وعطاك المشرع سلطة ترتيبية باش تصدر قرار يكون في تطابق مع القانون، لكن إذا كان القانون فيه أحكام مخالفة للدستور ما يمكنش أنك تعتمدها، تتولي تتجاوز الأحكام المخالفة للدستور وتطبق مباشرة الأحكام اللي في الدستور، لأنه إذا كان
ما نطبقوش الاحكام اللي موجوده في الدستور باش نكتفيه على مستوى القانون باش يولي قرارنا معيب من ناحية الدستوريه. هو ذاك علاش الموقف راه قررت عليه المحكمه الاداريه منذ سنه 2013. المحكمه الاداريه كانت واضحه تقول لك اصدارت المراقبه القرار مش على مستوى فقط تطابقه مع القانون بل كذلك تطابق القانون مع الاحكام اللي تعلوه ليشتي الاحكام اللي تعلو القانون الانتخابي هي المعاهدات الدوليه ثم الدستور. وتقول المحكمه الاداريه كل ما كانت الاحكام اللي موجوده في قانون مخالفه للمعاهدات الدوليه او مخالفه للدستور الاحكام هذيك يجب استبعادها وما يكونش تنزيلها في اطار القرار الترتيبي. وما ناكدوا على حاجه كونه بالنسبه للقرار الترتيبي هو تنقيح تنقيح فقط في ثلاثه الشروط هذو بقيه الاجراءات وطريقه تقديم المطلب واجاله كل راهي موجوده منذ سنه 2014 لم يطرا عليها اي تغيير. واضح. شكرا جزيلا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي أيمن بغطاس على كل ما أفدتنا به. احنا باش نتواصلوا بصفة دائمة حتى موعد الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بمستجدات عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي تشرف على هذه العملية. شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات على تفاعلهم معنا بخصوص مختلف المواضيع. أما الآن فنتوقف مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها.